بتتسال كل حاجه. سعد سعد يحيى سعد، مين اول واحد غنى لك دي؟ من اول واحد هتفها لك. انت عارف اصل الهتاف ولا تعرفوش؟ يعني مش للدرجه دي. طلع لا بتهزر. تخلص عليا امتحان تاريخ خفيف كده يعني. ايوه سعد باشا زغلول. 100 100 يا عم سعد، تكسب يا عم سعد. قول. فكان اعتقد الكابتن ايمن الكاشف اول ايمن واحد. الكاشف اعتقد اول واحد. ايمن مطلع حاجات كتير. مطلع حاجات حلوه. كان أيمن الموسم ده جبت حوالي 7 اهداف او 6 او 7 اهداف في الدوري. طبعا كله اغلبيتهم يعني. وكان في معظمها الحمد لله كانت اهداف مؤثره في الدقيقه الاخيره. منهم سموحه اللي كنا بنعرضه دلوقتي. كان سموحه والمصري وبروجيت والداخليه. فيعني الموسم ده 2017 كان موسم خير عليا. فكابتن ايمن الكاشف اللي طلعها يعني. الخروج من الاهلي والعوده يعني رحت المقصه وانا صغير. المقاولين. المقاولين الاول. 6 شهور احنا بدانا في ناشئ الاهلي. يعني حلو. جيت على قطاع الناشئين. لعبت في الاول وانا صغير في اتحاد الشرطه ورحت تجربه كده قصيره النصر الليبي، وبعدين جيت على قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده اللي بيوضح ليه انت كنت موجود في ماتش اعتزال خالد حسين او خالد كمونه. نادي النصر الليبي. البعض تساءل كنت مع لعبت مع خالد ودعاني للماتش وهو اسطوره ليبيه كبيره. نعم. هناك وكان مباراه اعتزال. فكانت حاجه جميله ان انا اروح اتفرج على الماتش وكده واحضر مع الناس ونادي النصر وكده. ورجعت على النادي الاهلي بقى من القطاع الناشئين وانا صغير مع الكابتن فتحي مبروك. كويس. وابتدينا بقى كان كاس العالم للشباب 2009 كنا عندنا كاس العالم في مصر. وبعدين ابتديت مع النادي الاهلي الفتره دي. وطلعت بقى بعد كاس العالم على الفريق الاول على طول. حلو. مع الكابتن حسام البدري.